اكتشاف صادم غير مجرى حياة الزوجة وجعلها تقوم بأمور لم يكن من الممكن أن تصورها مع شقيقتها بعد أن اكتشفت ما يحدث خلف ظهرها، وهو الأمر الذي عرفه والدها فقام بالتستر على الحادث كله بطريقة غير مسبوقة. اعتراف شخصي كشفته الزوجة المكلومة التي تعرضت لموقف يكاد يكون من أسوأ المواقف التي يتعرض لها الإنسان، والتي تتسبب في تغيير مجرى حياتها للأبد، ومع من؟ للأسف مع أقرب الناس. هذا الاعتراف ذكرته الزوجة في أحد الرسائل المجهولة التي نشرتها إحدى المنصات العربية على السوشيال ميديا، والتي ذكرت فيها الزوجة تفاصيل تعرضها للغدر من أقرب الناس إليها ألا وهي شقيقتها. قالت تلك الزوجة في رسالتها إنها قامت بزيارة لمنزل والدها على غرار ما تفعل الزوجات الأخريات أحياناً بزيارة أهلهن من فترة إلى أخرى، ولكن عندما وصلت تلك الزوجة إلى بيت أهلها فوجئت بأن أهلها يستقبلونها بحالة من التوتر والارتباك والفتور، لكن ما أثار اندهاشها حقاً هو غياب شقيقتها عن البيت، والتي عرفت فيما بعد بأن والدها قام بإرسالها إلى أقارب لهم في الأردن. لم تخفي تلك الزوجة اندهاشها من الاستقبال الفاتر والمتوتر وكذلك سفر شقيقتها المفاجئ، فقررت أن تبحث عن السر وراء ذلك، وهنا حدثت المفاجأة التي أربكت كل حساباتها، حيث عرفت تلك الزوجة أن شقيقتها تحب زوجها وتتغزل فيه، وليس هذا فحسب بل حاولت أكثر من مرة أن توقعه في شباكها وتجعله يقيم علاقة آثمة معها من خلف ظهرها، ولكن عندما عرف والدهم بما تفعله ابنته مع زوج شقيقتها قرر أن يقوم بإبعادها عن الديرة التي يقيمون فيها وأرسلها بعيدا حتى تنساه، بما يمنع حدوث مشكلة أكبر قد تتسبب في أزمة كبيرة تهز سمعة العائلة بأكملها أمام الجميع. صدمة واندهاش كبيرين حست بهم تلك الزوجة، وهنا تحولت محبتها إلى شقيقتها إلى عداء وبغض شديدين، وصل إلى حد التمني ألا ترى شقيقتها مرة أخرى جزاء لما حاولت أن تفعله بها. تقول تلك الزوجة في رسالتها إنها صارت تعتبر شقيقتها تلك كأنها لم تعد موجودة في عالمنا، وصارت من الآن راحلة عن عالمنا بالنسبة لها. وبمجرد نشر تلك الرسالة حتى تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت أحد المتابعات: بعض الأسرار عند اكتشافها تؤثر على أفراد العائلة وتغير العواطف تجاه بعضهم البعض وتضع الكثير من علامات الاستفهام، وأنت ما رأيك فيما تفعله تلك الفتاة مع زوجي شقيقتها؟ وهل يمكن أن تتجاوز الشقيقتان تلك المشكلة بينهما في يوم من الأيام؟